محمد الخلع، عرفتوني في التلفزيون، في السينما، في المسرح، في التنشيط. اليوم غتشوفوني في صورة أخرى، أنا والفنانة ديالنا دالة بشرى خالد. بالنسبة لي كفنانة مغربية، الجمهور الكريم تعود يشوفني في الغناء، في التمثيل، مجموعة من السهرات كموازين مؤخرا. اليوم غتشوفوني في حاجة أخرى مختلفة تماما على ذاك الأعمال اللي عملت من قبل. يمكن غنقول لكم دابا شنو هي. إيواي الله يخليك، غادي عند السر تشوفونا. عشق ممحون نار الهيبان، عشق ممحون نار الهيبان، عشق ممحون نار الهيبان. الله حوز عزين أوين مصيبة. الله يلا سربي اختي سربي. الو خويا فينكم؟ فين مشيتوا؟ فين مشيتوا؟ الصباح انا كنتسنى، راه شارجيت الحواله وجوج بسطيلات من الصباح انا كنتسنى. سربي الله يخليك، سربي عافاك اجي. انا ندوز لك الشريف، انا ندوز لك السي العربي. يلا يلا سربي دغيا. سمحي لي الشريف الله يخليك. الو كثر خيرك. لا صافي داكشي ناضي. لا خويا خرفان، ما كاينش النجا، انا كاين المليح وراه تهليت فيكم، درت لكم ثمن مناسب. كيفاش صيفطوا عليا؟ هي اللي غتخلص اسيدي. التليفون لا جازك. واخا واخا اسيدي الله يجازيك بخير. التليفون عطلتي عليا. نعم اختي. التليفون ديالي. انت اللي غتخلصي سميتو هادشي اللي تقدرت السيدة. سيدي انا مثلا عرفتي السيدة، انا طلبت مني التليفون، عطاني التليفون ديالي غنمشي في حالي. الله يخليك اختي الله يخليك. الله يجازيك انت بخير، عطاني التليفون ديالي. الله يخليك اختي، هاد السيدة قالت لي راه الاخت ديالي اللي غتخلص. اسيدي انا السيدة درت فيها غير خير، عطيتها التليفون تهضر فيه. اسيدي عطاني تليفوني، انا مثلا عرفتي السيدة. الله يخليك. تليفون امغلا هادشي. عطيني تليفوني راه 400000 فرانك اللي مشات لينا دابا. انا ماشي شغلي، انا مثلا عرفتي شي وحده، ماشي شغلي. عطيني تليفوني انا. والعربي ما تعصبش معاه، نخرج بيدي انت من قبيله وانت تحدثي. عطيني تليفوني انا داخله غير نتغدى. اعوينه الله يخليك، خلينا هاني. الله يجازيك بخير اسيدي، عطيني تليفوني. مو التليفون اللي غيخلص. مرحبا مرحبا سيدي. 4000 درهم الشريف. فاش يا خويا؟ هادشي اللي صيفطنا. لا مالي انا خويا، انا ما خدت منك حتى حاجه. انا هو التليفون راه السيد وانا السيده طرفتني قالت لك هذيك بغيتنا ندير لها خير فيها. شنو انت؟ اسمح لي يا خويا. لا لا الله يخليك الله يخليك، احنا ما نعيطوا ليه دابا. نعيط يا خويا. ويلي بسالاتي. هاو طفى التليفون، كيف ندير دابا؟ خويا شغلك السيده كانت معاك انت، انا ماش معايا، انا طلبتني التليفون. الله يخليك الشريف. قال لي غنصيفط الاخ ديالي يخلص، خلصنا وبلا صداع. لا انت واحد يا خويا اللي بهالهضره. الله يهديك، انت قلتي لي بيدك هكا سيري زعما سيري. لا اسمح لي الشريف. راه واش هذه؟ الله يهديك والله يهديك. وجلسي لي بيدك هكا زعما سلتي وانا غنسمع. شي حاجه يا خويا. طيب بالعربي اش راه كيديروا هذه؟ راه في عين ديالهم العرب. لا خويا هادشي كديروا نتوما. الشريف عندك 4000 درهم. ديالي غتخلص الحوالي اللي مشاو دابا. شنو الحوالي؟ اللي دات هاد السيده هاد. واش توقيلا مسطي ولا ما تغتسطيني؟ واش السيده قالت لي عطيني نهضر الكلمه ديال تقول لي خوها ولا شنو تخرج؟ لا سيدي الله يخليك، راه قال لك غنصيفط خويا غير التليفون ديال من؟ خوها ولا شنو؟ التليفون ديال من؟ التليفون ديالي هذا التليفون. شوف شوف الله يخليك. بلا ما شوف عطيني التليفون ديالي. الله يخليك واعطيني التليفون ديالي. بلاتي خويا حنا مالنا. انت واقيلا؟ لا بلاتي بلاتي. واش كيفاش واقيلا؟ واش اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي. الو ما كنهضرش معاك. لا مول المحل كيدور. لا هو قاطع التليفون سدو خويا ما غاديش التليفون تيخلص. الله يخليك. عطيني التليفون ديالي. عطيني التليفون ديالي. عطيني التليفون ديالي. عطيني التليفون ديالي. بشوية لك. عطيني التليفون ديالي. شريف هذا كيجي واحد الكليان. اسيدي انا دخلت
السيده جات معها الطوموبيل ديك جات معاك الطوموبيل قبيله انت اللي هوشتيها. لا حشومه السيده قول عدو بالله مشطر راجيم عوينه قول عدو بالله مشطر راجيم حليتي عليا يا الشيطان اوين على نعرف الشيطان اش شفتك من حليتي عليا تحمقوني ولا الشيطان ما علاش شفتوني مرا باغا نتحكروا عليا هاي السيده اللي عطاني تليفوني هاي اختاجه هاي تليفوني ورطيني هذه المشكله هذا راه تليفون عطاني تليفوني السيده دارت فيا خير طلبتها مازال خير في الدنيا بعد عطاتني التليفون هضرت مع خويا هو اللي غيجي والخير باش جازيتوني بيه عندك شي فلوس هذا خويا ما خدت حاجه من عندك واش خدت من عندك شي حاجه واش ما عندكش واش عطيتيني شي حاجه عطينا شيك ما كاينش مشكل ما عطيتك حتى حاجه عطينا شيك واش عطيتك شيك مال لا وحنا بغينا نتفاهموا معاك لا واش غتفاهم انا ما خدت حاجه منك شي فين مشيتي مالك شديتي التليفون الراجل ورا قالك السيد غادي مول التليفون غيخلص ورا التليفون شكون مول التليفون؟ السيد ما دار خير عطاني التليفون ويني واصل به والله راه في الاول ندمتونا كاع وفي الاول قلت راه ما معهاش والله قلت ما معهاش راه بغيت يتفاهم السيد غير طلبت منه التليفون غير خير مالك معاه درتي له هذه الحاله هذه كامله وانا قالك مول التليفون غيخلص والله على الشيطان السيد العادي لا لا انا قلت لي انا نضمنو ها هو يقول لك انا نضمنو هذا الراجل هذا راه مزيان شوف والله الا حشومه السيد العربي حنا كليان ديالك تبقى دير لينا الناس هو ما دار غير خير والعواشر هذه اسمح لينا ودي الشيء اسمح لينا الله يخليك الله يرحم ليك الوالدين الله يرحم ليك الوالدين سامح لينا اسمح لينا سيدي اسمح لي يا سيدي الله يرحم ليك الوالدين بقى دير الخير لا لا انا الخير ما غاديش نبقى ندير لا 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 ديرو ديرو حتى رمضان جاي خاصك دير الخير اجي بلاتي بلاتي انت بلاتي اجي قبيله ما كنتيش تقول لي اختي غندير لك عيد الميلاد هنا ما عيد الميلاد مالك انت اللي قلتيها لي قبيله تقول لي اختي انت كي جات كتلقى عندي لك عيد الميلاد هنا وانا كنتنافق ما كنتنافق شويه دابا كتقول ما تخرج من هنا تتخلص راه ما عليكش فين تخرج علاش باغي تضربني باغي تضربني تريح باغي تضربني اجي اختي تعطيني التليفون السيد نتايا راه التليفون هنا راه التليفون دقيقة طلبت السيد عطيه قال لك خويا غادي يجي يخلص دقيقة دقيقة عطيني التليفون ديالي رحمة الله رحمة الله يديك يا سيدي رحمة الله يديك رحمة الله يديك اجي 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 والله اجي